مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. صراحة قمة المأساة وقمة المعاناة ديال هذه السيدة، عندها جوج ديال الوليدات. صراحة هذا الشيء كيضر في الخاطر، خاصة أن ما بقى والو العيد، بقى غير غدا إن شاء الله. الناس كاملين فرحانين، الناس كاملين مجموعين مع وليداتهم باش أنهم يعيدوا هذه السيدة. للأسف كيف ما كتشاهدوا، طرموا لها حوايجها للزنقة، دابا هي خارجة للشارع، خارجة للزنقة. نداءنا لشكون اللي ساعدها، شكون اللي عاونها، باش إن شاء الله هاد السيده حتى هي تعيد في شي بلاصه، شي سكنه هي والوليدات ديالها. عندها جوج ديال الوليدات، بنيه وليد، يعني خارجين دابا للشارع، خارجين للتشرد. كنتمنى الله يجازيكم بخير، واليوم نهار كبير عند الله، واليوم عرفه. كنتمنى تحسوا بهاد السيده وتعاونوها، راه اللي دار هاد الخير راه بحال مشى للحج. يعني الله يجازيكم بخير، ساعدوها وعاونوها. انتم كيف ما كتشاهدوا الحوايج في الزنقه، كل شيء الفراش في الزنقه، يعني الله يجازيكم بخير. انا غادي نعطيكم، نخليكم مع السيده تهضر. انت اختي خلي التليفون، خلي التليفون. السلام عليكم. عطيه الوليد، عطيه الوليد. اختي شنو واقع، شنو وقع لك انت تخرجتي للشارع؟ وعليكم السلام خوتي المحسنين. انا كتكاري عند واحد السيد. غوتي اختي ودوري الميكرو، انت قربي لك الميكرو مزيان. سيري خوتي المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني. انا كتكاري عند واحد السيد وخرجني في الدواجر، قال لك باغي يبني مع حاله، وانا خوتي الناس معيده، وانا ما عندي لا عيد، وخاصني فين نسكن انا ووليداتي. عندي وليد وبنيه، انا مطلقه، ودابا انا مليوحه في الزنقه، ما مفاطره، ما مغديه، ما معشيه، من الصباح وانا هنا، من الصباح من 8. انا خوتي المحسنين بغيتكم تعاونوني على شي سكنه. انا دابا ما كنفكرش في العيد، وما كنفكرش في العواجل، كنفكر فين نستر وليداتي، كنفكر فين نستر وليداتي وفين تخشى انا وياهم. شتي دابا الناس معيده، الناس فرحانه، كتشوفي هنا الجيران وانت ترمي. عمرك توقعتي راسك تخرجي لهاد؟ لا اختي، ما عمرني ما توقعت انني غنخرج للزنقه، وانتم كتشوفوني اخوتي انا خارجه دابا للزنقه. شنو وقع، علاش خرجتي اختي من الدار ديالك اللي كنتي كاري؟ علاش خرجتي؟ مولك راه قال لك باغي يبني دارو، باغي يبني هذيك السكنه اللي كنت ساكنه فيها، صافي، وقال لي خرجي. كنخلصوا ليه قبل من الشهر. علاش اختي خرجك بحال هكا؟ بغى يصلح؟ باغي يصلح اخوتي، باغي يصلح. قال لك ما حالو، خرجي عليا. قلت ليه صبر عليا تيفوت العيد، ما بغاش يصبر عليا تيفوت العيد. كنتمنى اختي شي محسنين يعاونوني. اختي شنو كيقولوا وليداتك في هذا الشيء؟ وليداتك مازالين صغار، مساكن، باقيين ما عارفين والو. ها هما مشردين معايا، بلا حتى شي حاجه. ها هما اخوتي مشردين معايا، يعني الناس اللي كيجيبوا لي ما ناكل، واخا كيجيبوا لي هو ما ياكل، امال انا ما عنديش هي. دابا اختي شنو النداء ديالك؟ شنو تبغي تقول للمحسنين؟ وهذا شهر كبير عند الله، والناس كيديروا الحسنات، كيديروا الخير، وكيديروا كيصدقوا. شنو تبغي تقول لهم؟ وانت اولى وانت محتاجه، حيت كيف ما كنشوفوا ان حوايجك طرمه في الزنقه وانت جالسه في الزنقه. كنتمنى فين نسكن، كنتمنى السكنه. الى الله يجازيكم بخير، الى كان ممكن بغيت غير فين تسر انا ووليداتي. ما كنفكرش دابا في العيد ولا في العواشر، يجيب الله، ربي كبير الحمد لله. الا كاين شي محسنين الله يرحم لكم الوالدين، ساعدوني غير فين نستر وليداتي وفين حيد حويجاتي. ها هما كتشوفوا فيهم. يعني اختي بغيتي تستقري؟ بغيت فين نستقر. اه خايفه على وليداتي من التشرد. انا كنت خدامه في المدرسه، دابا العطله هذه ما كاينش مدرسه، ما عنديش باش نخلص الكره. يعني بغيتي اللي يساعدك غير في هذه الفتره ديال الصيف، بعدا تكري تجمعي وليداتك وما تبقايش خارجه هكا للشارع. أيه الله يرحم لكم الوالدين. النمرة ديال التليفون جاوب، غير جاوب انت، غير جاوب. 06 48 40 68 28 77. النمرة ديال هاد السيدة هي 06 48 40 28 77. انا بغيت هنا يبانوا الناس اللي في قلوبهم الرحمه، يبانوا عند هذه السيده، يتصلوا بها ويساعدوها. انتم كيف ما كتشاهدوا الناس معيده، الناس فرحانه، وهذه السيده راه طرموا ليها الحوايج ديالها في الزنقه. انا غادي نوريكم فين هذه السيده، فين جالسه. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا هذه السيده فين جالسه، جالسه غير هنا. يعني محتاجه لكم كيف ما قلنا انكم توقفوا معها. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا اللايف باش ان شاء الله هذه السيده في هذا العيد دوزوا بحال كاع الناس دوزوا، هي ووليداتها مجموعين في شي دار، واللي ساعدهم حتى في العيد. الله يجازيكم بخير. واخا هي السيده كتقول لك انا ما كنفكرش في العيد، كنفكر غير في السكن. يعني الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا اللايف باش ان شاء الله يوصل للناس المحسنين داخل وخارج ارض الوطن ويساعدوهم. يعني
كيف ما كتشاهدوا مين يعني الله يجازيكم بخير، عاونوا هاد السيده كندوي مع الناس اللي غادي يساعدوها. الرقم حطيناه للمساعده 06 48 40 28 77، الرقم ديالها هو 06 48 40 28 77، هذا الرقم للمساعده. مشاهدي قناه شوف تيفي اتصلوا بها ساعدوها، يعني الانسان يكون عنده راه ما غاديش يبقى العطله يعني ما غاديش تخلص ياك اختي. يعني كنتمنى غير ميناج كدير غير ميناج في المدرسه، دابا راه ما عندهاش باش غادي. يعني مشاهدي قناه شوف تيفي عاونوا هاد السيده باش ان شاء الله تكون بحالها بحال كاع الناس، هي كيفاش دابا الناس معيدين الناس فرحانين الناس مقدين، وهاد السيده كيف ما كتشاهدوا معنا حوايجات لا حزن قويه في الزنقه. الله يجازيكم بخير، وقفوا معها وساعدوها. هادشي راه ما غتبغيو حتى شي واحد في عائلتكم، لا ميمتكم لا اختكم لا بنتكم، ما غتبغيو لي حتى شي واحد هكا. يعني كنتمنى ناس محسنين يتصلوا بها ويفرحوها ويفرحوا وليداتها في هاد العيد ويكريو ليها وتستقر بما لقات رجعت الخدمه ديالها عفوا وترجع ان شاء الله كيف ما كانت قبل. الرقم ديالها هو 06 48 40 28 77، الرقم ديالها هو 06 48 40 28 77، هذا الرقم حطيناه للمساعده الناس اللي غاديين يساعدوا هذه السيده. وهنا ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناه شوف تيفي، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. بسلام عليكم.